حمولتي. عندي واحد الكيكة هذه درتها وعطيتها للسيدات عجبتهم، غادي نعطيها انا للمستمعات يديروها. ايوا واخا تفضلي. هذه كيكة بالكوك والسيرو. فيها كاس صغير ديال الكوك سيري لا سنه، الكاس ماشي ديال حياتي، ماشي الاخر داك الصغير. اييه معروف. اييه عرفت. كاس صغير ديال حيت تكون المقادير مضبوطه باش ما فيها كاس صغير ديال الزيت. اييه. فيها خماره، فيها خماره وحده، فيها نص كاس صغير ديال السنيده، فيها ثلاثه البيضات. اييه. وجوج معالق كبار ديال الزبده تكون دايبه. والدقيق على حسب الخليط. اييه. ها وكاين عاوتاني تحضير داك ديال السيرو، فيه نص كاس ديال السنيده، هذا كيتكون فوق العافيه. كنضيفوا ليها جوج معالق ديال العسل، الا كان حر مزيان ما كنزيدوا عليه العادي. واخا. وكنزيدوا عليها عصير ديال البرتقاله، هذا كله فوق العافيه حتى كياخذ واحد اللون كطفي عليه. من بعد ملي كطيب الكيكه، اما هو اللي بارد اما الكيكه، المهم ما يكونوش بجوج. اييه. وكتقبيها بالفرشيط. اييه. باش تشرب هذا السيرو هكا تجي لذيذه، ما نقولك هادشي غزاله. الله يعطيك الصحه مع داك الكوك حتى هو كيجي معلك. اييه الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. هذه هي مزيانه هذه كتجي.